استكملت وزارة الإعلام ممثلة بقطاع التخطيط الإعلامي والتنمية المعرفية بالتعاون مع وزارة المالية استكملت استعداداتها لاستضافة المؤتمر الوطني لتحديد الأولويات الذي ينطلق اليوم تحت عنوان القدوة يبادر بخطوة، والذي يجمع الكيانات الاقتصادية في قطاعات ووزارات الدولة بحضور العديد من الوزراء وأعضاء مجلس الأمة وعدد من قياديي وزارات الدولة. طبعا أيضا هناك معنا لهذا الموضوع ينضم إلينا الزميل بسام الجزاف من داخل قاعة حمد الرومي وزارة الإعلام. بسام صبحك الله بالخير. بداية صبحك الله بالخير نجيب. نعم أسمعك. ما هي استعدادات انطلاق الجلسة الافتتاحية للمؤتمر؟ تحية لك ولكل السادة المشاهدين عبر برنامج العالم هذا الصباح نجيب. وزارة الإعلام متمثلة بقطاع التخطيط الإعلامي والتنمية المعرفية وبتعاون مع وزارة المالية تقيم إن شاء الله في تمام الساعة 9 في مسرح حمد الرومي بوزارة الإعلام هذا المؤتمر الذي جاء تحت عنوان تحديد الأولويات والقدوة يبادر بخطوة. الغرض من هذا المؤتمر الوطني هو محاولة لشحذ كل الهمم المتمثلة بصناع القرار في الدولة، بحيث يقوم هذا المؤتمر بالخروج بتوصيات بعد محاور جلستين سوف تكون في تمام الساعة 10:30 وفي تمام الساعة 11:30. يتناولون فيها المتحدثون الرسميون في هذه الجلسات بعض المحاور الخاصة المتعلقة بكيفية إيصال فكرة الاعتدال في موضوع الصرف، وبالتالي سوف ينعكس إن شاء الله على مجتمعنا، وبالتالي سوف يتغير السلوك لدى المواطن والمقيم في كيفية الاعتدال في الإنفاق. نعم، إذن بسام الجزاف شكرا جزيلا على هذه المداخلة، ونتمنى التوفيق للجميع في هذا المؤتمر. شكرا.